خرج الجثمان إذن واقتحمت قوات الاحتلال المستشفى الفرنسي. ربما صوت جيفارا لا يصلنا بحكم الاقتحام الذي يجري الآن. قوات الاحتلال الآن تقتحم المستشفى وتعتدي على الشبان الذين أصروا حمل الجثمان إلى خارج المستشفى مشيا على الأقدام باتجاه الكنيسة، ولكن قوات الاحتلال بكل تأكيد قمعت. محمد نستمع، نستمع تفضل. قمع ضرب محمد، قمع ضرب. هناك محاولة للتهدئة ولكن يبدو أن قوات الاحتلال لا تريد ذلك. مجرد وجودهم في هذا الموقع حتى يمنعون الصحفيين، يمنعون الآن من تكملة التغطية. الشبان يلقون على قوات الاحتلال زجاجات فارغة كما نرى، وحتى بعض الأكاليل التي تحمل الورود التي كانت ستنقل إلى الكنيسة، أكاليل الزهور. كما نرى صورة قمع، مشهد يصعب وصفه. التابوت الآن مشهد مؤلم بكل تأكيد على الهواء مباشرة. قوات الاحتلال نعم تعتدي على الشبان. الآن قوات الاحتلال تطلق القنابل في داخل المستشفى. نحن نتحدث عن مستشفى.